أما بالنسبة لأبرز أخبار المحافظات، ففي بني سويف تم تسليم 1421 جهاز تعويضي لذوي الهمم من الحالات المستحقة والأولى بالرعاية. في محافظة إسكندرية تم إطلاق فعاليات القافلة الطبية بمركز شباب الحرمين في المنتزه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. من اسكندريه نروح للمنيا، وفي المنيا تم استلام دفعه جديده من المعدات لدعم منظومه النظافه في مراكز المحافظه. اما في اسوان فتم فتح باب التقديم للترشح لمسابقه الام المثاليه لعام 2024، واخر ميعاد للتقديم هيكون يوم الخميس 18 يناير اللي جاي. تفاصيل واخبار اكتر من محافظات اخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في بني سويف أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن تسليم 1421 جهاز تعويضي لذوي الهمم على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وتم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعيات أهلية. في الشرقية أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ أنشطة توعوية وتثقيفية استهدفت 5000 طالب وطالبة ومعلم بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وده في إطار تنفيذ سياسة التوعية لدى النشأ بترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والتوعية بالقضايا البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية وتداعياتها. في الإسكندرية أطلقت المحافظة قافلة طبية بمركز شباب الحرمين بنطاق حي ثاني المنتزه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، واللي بتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة لجميع الفئات المستهدفة خاصة في الأماكن الأشد احتياجاً. مع وصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى في الكثافة السكانية والأكثر احتياجاً. في جامعة سوهاج تم الإعلان عن إنشاء عناية متوسطة للأمراض العصبية بقوة 6 أسرة وأخرى لأمراض النمو للأطفال الرضع بقوة 4 أسرة، وده بالمستشفى الجامعي القديم، وبيتم التوسع في إنشاء العنايات المركزة بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية. في بورسعيد أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس المحافظة بنسبة وصلت 95%، وجاري استكمال باقي الأجهزة الأسبوع المقبل. في المنيا شهدت المحافظة استلام دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، شملت 7 لوادر سعة 2 متر مكعب للاهتمام برفع مستوى النظافة العامة وتحقيق رضا المواطنين والحفاظ على البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الوقت والجهد. فأسوان أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم للترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 حتى يوم الخميس 18 يناير المقبل، على أن يتم تلقي الطلبات بمقر الإدارات الاجتماعية في نطاق السكن لكل أم متقدمة للاشتراك وفقاً للشروط المنظمة، ولن يتم استلام أي ملفات بعد هذا التاريخ. في الغربية أكدت مديرية التضامن الاجتماعي تنفيذ 2296 مشروع تنموي لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الغربية منذ بداية العمل في النشاط إلى الآن، وبتعمل مشاريع التمكين الاقتصادي على الحد من البطالة بما يتماشى مع خطط التنمية اللي بتشهدها الدولة في شتى المجالات من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً.